تدرج سريع بالكرة من جانب دفاع الميلان، لكن اليوفي بدأ ينتشر كما يجب. هذه كرة بسلاتان، السلطان السويدي يتقدم يراوغ مرعونة ويطلب الكرة بوتانك، لكن تقطع من الدفاع. مدرجات ملعب سان سيرو، اليوم كرة تمر لباتو، باتو أمام كل الدفاع يحاول التمهيد، إيمان وزلاتان في انتظار الكرة لمن؟ هذه الكرة بسهولة للحارس ستوناري، بيرو وكواليريلا وباتو يريد المراوغة وهدوات وزلاتان. السلطان في هذا الامتحان ترتتم الكرة بالعارضة وفي الإعادة إفادة ماركو ستوراري يعاين الأذرار خارج الدار. كرة أولى سويدية قادمة من زلاتان الفنان لكن مرت بسلام. هذا باتو يمر للسرعة القصوى، خطير ومكير ويحاول المرور والعبور، باتو يمر وزلاتان، زلاتان الغدار أمام حارس الدار ماركو ستوراري. للمرة الثانية الميلان القريب من التهديف، هل تكون الثالثة ثابتة؟ هذه كرة مرو كاتوزو يقطع الكرة، هجوم سريع للميلان، زلاتان يقودو على اليسار، روبينيو يتحرك كذلك ويسدد، يسدد وتعود مرة، يعود روبينيو ويعطي فرصة لزلاتان، يتقدم السويدي الفنان أمام موتا. زلاتان اللي حاول التمهيد، روبينيو دانييلي بونيرا، زلاتان إبراهيموفيتش يحاول التمهيد في أجمل الشباب، وكرة في القائم الثاني وزلاتان يريد رد الاعتبار، والسويدي سدد خارج الميدان. كرة خارج الميدان من السويدي، الكرة للميلان، الميلان قادر على رد الاعتبار وعلى رد الساعة ساعين، لكن حقيقة الميدان حاليا تؤشر على تقدم العديد. كوالياريلا ديل بيرو والركنية والتدخل لأنتونيني أو زلاتان إبراهيموفيتش، تولي باتو يوزع والحارس النهائي، كرة رأسية سويدية والصلابة للحارس ماركو ستوراري على الخط النهائي للمرمى. مباراة الإثارة والتشويق والغموض، مباراة كل الآهات، وهذه لكروتالي ذاع والكرة في غياب لرونالدينو. زلاتان يمر، ليس هنالك تسلل، هجمة سويدية وزلاتان يشن الهجمة، يرجع للوراء، أين المفر؟ زلاتان التمهيد مر ويوزع وباتو، جاتوزو لزلاتان، زلاتان باتو وبيرلو يشن الغارة، وبنفس النسخة الكربونية التوزيع والعرضية، جول جول زلاتان السويدي الفنان برأسية سويدية يغانت الدفاعات لليوفي. سيلفيو بيرلوسكوني وأدريانو كالياني يعانيان حاليا تفوق واضح صارخ للعملاق السويدي، يرجع الميلان بأمال كبيرة بمعنويات أكثر من مثيرة لنهاية دراماتيكية. في نهاية ستكون بين هؤلاء الكبار، عملاق السويدي يستغل عامل القيام البدني ويتفوق على الجميع ويضع الكرة في الهدف الرابع للسويدي في هذا الموسم، في وقت يبدو أنه يعطي الفرصة للميلان من أجل التدارك. إذن كرة التعديل ما زالت خطيرة، والميقاسية والحارس ستوراري، الميلان يتلاعب بأعصاب مشجعيه. الميلان على ثلاث مرات لم يضع هدف التعديل في أوقات قاتلة مريرة على اليوفي